اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، خليها سمك النهارده. معانا البلطي من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو والاربعه في الكيلو، مش هو ده الموضوع. ازاي اعمل السمك البلطي بطريقه جديده سنجاري؟ هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونتلاشى الزفاره وتكليف البيت، وانصحك اكله السمك تعملها في البيت بدون زفاره. معانا سمك بلطي في المقادير او الماتيريال بتاعنا والمشتريات بتاعتنا. اعتقد ان السمكه وزنها ب 600 جرام ومعانا واحده 500 جرام، يعني احجام كبيره. يفضل السنجاري احجام السمك تكون كبيره، ولما نجيب البلطي كمان نعمله مخلي او ناخد الفيليه بتاعه تكون احجامه كبيره. انا بفضل المالي يكون صغير والمشوي يكون صغير، اما هنشغله حاجه غير مشوي ومالي احجامه تكون 500 جرام فيما فوق. معانا كاليماري النهارده هنعمله طاجن، هنشوف نعمله طاجن النهارده ازاي، فاهيتا على طريقه الخاصه اللي هتعجبكم، ونتلاشى مشاكل عمليه الكاليماري يشد معاكي زي الاستيك وما تقدريش انك انت تاكليه ويقعد يمضغ كتير في بقنا بدون ما يتهضم، فازاي اقطم الكاليماري ده كانه فستق حلبي او السبيط. معانا مانجا النهارده، والمانجا في الموسم السنه دي جميله جدا ومتفوقه على كل الفواكه، وخاصه بتاعه خير ارضنا بنصدرها للدنيا كلها. هعملها النهارده ايس كريم بطعم الليمون، هحول المانجا وطعم المانجا لطعم الليمون ايس كريم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم لان النهارده في شغل كتير بجد، وفي فكره طهويه بسيطه بماتيريال او بمقادير او بفلوس قليله جدا تقدر تخش المطبخ تعمل اللي نفسك فيه. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطاجن كاليماري، ونجاوب على أسئلة كتير على السوشيال ميديا موجودة على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. يا شيف مغازي، الكاليماري بيشد مني ما بيستويش، السبيط بيشد مني ما بيستويش، السبيط والكاليماري ولاد عم الاتنين، الاختلاف في الشكل، ده طولي وده شكل مستطيل، التانية بيبقى الاتنين طبعا شكل أبيض، لون أبيض، الطعم واحد. لو أنت مش بتحب السمك وعندك خلفية عن السمك وأنت بتاكلي مش هتعرفي لا ده كاليماري ولا ده صبيط، إلا لما تشوفيه حلقات هتعرفي إنه كاليماري. كاليماري هنعملها طاجن النهاردة مع بعض، ودي فصيلة الأخطبوط أو فصيلة الرخويات اللي في البحر إحنا عارفينها. المقادير على الشاشة، كاليماريا وفلفلة ملونة، بصل، ثوم، شبت، كزبرة، هريسة حلوة، شوية ملح، شوية حب. تعالوا نعمل طاجن كاليماري نقدمه لحضراتكم دلوقتي في عجالة. طاسة على النار شديدة الحرارة، ومعايا شوية خلطة من تتبيلة السمك البلط، عايزهم دول. حلو الكلام؟ تعالوا ناخد الكاليماري نقطعه بالشكل ده كده. حبة تقطعاه، تقطعيه حلقات، أهلا وسهلا. تقطعيه شرايح، أهلا وسهلا. إيه التركية بتاعتك يا شيف بوغازي إن الكاليماري ما تشدش مني وتستوي بسرعة؟ أسرع من عمال الشاي، وأخليها تستوي قبل الخضار. الصدمة النارية جات له صدمة ومات، كان راجل طيب، ليه؟ فجأة القلب وقف. نفس القصة هنستخدمها ونتبعها مع الكاليماري أو السبيط. ليه بقى؟ ده فيه روح، الروح بتاعته لا ترى طبعا، روح الكاليماريا في الأنسجة بتاعت الكاليماري أو السبيط، عايز أنا أفتتها من بعضيها. أقوم إن أنا عرضتها في طاسة على النار شديدة الحرارة من غير خضار، من غير تتبيلة، بزيت وبس. بمجرد ما أحطها على النار في الزيت وبس هتتفتت الأنسجة بتاعتها وتتقطع من بعضها جواها، تيجي تاكلي منها تقطم معاكي ما تشدش معاكي. خدي الكاليمارا والسبيط ده نزليه مع خضار ونزليه مع تتبيلة، هيتسلق. كل ما يتسلق وكل ما يتحط على النار كل ما يشد في نفسه تاني، وتشديها تلاقيها بتشد معاكي، مع انها قعدت على النار ساعتين. تقولي هي لحمه جملي ولا كاليماري؟ ادي الكاليماري بالشكل ده كده اهو. بص مخرجنا، بص على الحلاوه، بص على الجمال. ده كاليماري حلو قوي زي ما هو كده في قلب الطاسه، مش هحط عليه حاجه خالص غير زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه زيت واسيبهم كمان يسخنوا جامد جدا. اوعى تحط لا بصل ولا اي حاجه، انا مش هحمره يا ما شفيه.
حلو والله، فتحت حديث في موضوع تاني بس مش عايز اتكلم فيه يعني. موضوع الدقيق ده حلو قوي. لما جاء للكاليماري او السبيط ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها تشميعه، اشمع الكاليماري او السبيط قبل المرحله الاخيره من السوى، اللي هو يبقى معايا بالشكل ده كده واحط عليه التتبيله بتاعته، اي حاجه احطها في التوابل ما عدا زيت. المقليات من السمك او السي فود ما تاخدش في التتبيله لا زيت ولا زبده، اي مقليات عموما يعني. اكتبيها على باب الثلاجه، ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه لاي حاجه هتحمريها في الزيت، كريسبي او بانيه او مقليه، عشان التوبنج او الخلطه ما تسيبش من الكفر بتاعها. طيب احطها في الدقيق امتى؟ بعد ما بتبلها بحطها في الدقيق واسيبها لمده 10 دقائق. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللحم بتاع الكاليماري او السبيط بيتكفر او بيتغلف من الدقيق والخلطه. بعد باخده بعد كده انزله وانفضه كويس وانسمه بميه ساقعه وادخله في الزيت يتقلي في زيت قلايه لمده 10 دقائق يتشمع، واشيله من الزيت واركنه على جنب لغايه لما يبرد. هنا الزيت بيسخن، هي دي الصدمه الثانيه بقى. هنا الكاليماري حي بس ما انت شايفاه، هنا السبيط حي بس ما انت شايفاه، مع انك تبلتيه وحمرتيه، تيجي تشد تشد معاك. الصدمه الاخيره بقى ينزل في زيت شديد الحراره، تلاقي كرمش معاكي وقرمش معاكي وبقى كريسبي معاكي وتاكليه اخر حلاوه. الخبره الطهويه دي بشربها لحضراتكم، بديها لكم دون النظير لاي غرض ما، ولكن دي خبره طهويه عريضه وكبيره وخبره سنين بقدمها لحضراتكم عشان تحبوا الشيف المغازي. الزيت في قلب الطاس على النار بيسخن واشم ريحته كمان. هاخد الكاليماري بالشكل ده كده. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هو ده اهو اهو اهو، العب. هو ده استوى بجد يا شيف، والله استوى تقليبه والتانيه استوى. نخلي دينا مكانها. صدمه ناريه واسيبه على النار، ما غطيهوش، اوعي تغطيه كانك ما عملتيش اي حاجه، انا عايز البخار ده يطلع. واسيبه على النار واشوف اللي بعده. اخد بعضي واقطع شويه الخضار دول كده واحنا مع بعض. بصله، طاجن كاليماري بقى، تحط له بصل تحط له طماطم، ده طاجن غير الفاهيتا. حلو الكلام، عشان كده انا محتفظ بشويه خضره من بتاعه الايه البولتي. معانا فلفل الوان نقطعه برده كده بالشكل ده كده. الله، اخد الخضار ده كده بعد التقطيعه دي. الله، حابب الفلفل الحار ازود لك فلفل حار؟ عينيا يا غالي، فلفل حار. الخضرة اللطيفة الحلوة دي كده زي ما هي كده، بناخدها عليها شوية كرفس، عليها شوية شبت، عليها شوية ثوم، واحطها على البصلة. الله، طاجن فيه كل التفاصيل، قيمة غذائية عالية جدا. وامسك الخضار بالشكل ده كده اقلبه مع بعض. حلو، اخبار الكاليماري ايه؟ نبص عليه مع بعض، نبص عليه مع بعض. حلوه زي الفل. الكاليماري عندنا استوى على فكره، بجد يا شيف استوى. اهم حاجه مفيش توابل هنا خالص، يقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه، مش حط اي حاجه خالص. كل اللي انا هعمله دلوقتي استنى عليه كمان شويه. عند الخلطه اللطيفه دي بنزل بقى هنا، فاكرينها دي بتاعت السمك اهي. الله، دي مهمة دي ما تتسابش دي. واخد الخضرة دي وأقلبه. هنا أتعامل بقى عادي. أنا هنا إيه؟ بقلبه كله مع بعض. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي، بنفس الطريقة بيسألني بيقول لي السبيط اتعمل، هي نفس المدرسة. ده حلقات، التاني بيتقطع شرايح فينجر اصابع.
حلو، واسيبه على النار. هنا نغطيه عادي بقى مع نفسنا، مفيش اي مشكله. حلو الكلام؟ اه. في الغطا كده ونسيبه على النار. حلو قوي، نروق الدنيا دي كده. خلاص خلصنا شغلنا، عشان عندنا ايس كريم مانجا بالليمون، عايزين نشوف هنعمله. نعم، هطلع لك السمك دلوقتي. حاضر، عينيا. بس خلينا نروق الدنيا علشان نفسنا تتفتح للاكل. تعملي اكلة سمك، انا معاك. المطبخ هيكركب منك شوية، بس خلاص احنا عدينا المرحلة دي. احنا بنتابع الشيف المغازي ازاي يعمل اكلة سمك ويبقى مطبخي رايق. هشيل كل حاجة انا مش عايزها عشان الصورة الحلوة. وتعالوا نعمل مع بعض الايس كريم بطعم الليمون والمانجا. وفكرة ان انا احط ليمون على المانجا دي مدرسة. المقادير على الشاشة: مانجا مخلية، بشرة ليمون وعصير ليمون، شوية فانيليا، كريم شانتيه. مقادير على الشاشة، الصورة الحلوة مع حضراتكم. تاني: مانجا مخلية أو تقطعها مكعبات زي ما أنت حابة. حلو الكلام؟ معانا كريم شانتيه اتحط في الديب فريزر، معانا بشرة ليمون حلوة، سكينة تغيريها، بلانشة تغيريها، ايدك تغسليها، جلافظاتك تغيريها، كل ده اللي بقوله ده مطلوب. خلي بالك عشان هنا الكريم شانتيه والمانجا بتلقط على بعد. خلي بالك انا شغال في سمك وعايز اعمل ايس كريم مش بطعم السمك، طعم الفانيليا. حلو؟ حاضر يا غالي. معرفش انت مركز معايا ليه في الفرن. طلعها لك دلوقتي واحطها قدام عينيك تتغزل فيها لغايه لما تقول خلاص. اه يلا ده مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع يا سمك. الله، بص عليها بصه كده حابب. اه اهي. لا بس بالله عليك، اللي انا عامله دلوقتي ده مش موجود في المقرر ولا موجود في جوجل. اللي انا بعمله ده جنان. نقف وقفه هنا. لو عندك شويه رز صياديه، البهريز ده يعلم من الرز الصياديه. رز بالسي فود، البهريز ده يعلم من الرز بالسي فود. صينيه سمك بالبطاطس، البهريز ده يعلم من صينيه سمك بالبطاطس. اوعى تفرطي فيهم. هننزلهم كده على الطاجن الكاليماري. يا دلعك يا شيف، يا شقاوتك يا شيف. بسيبها لغايه لما تصفي اللي عندها. معايا يا زيزو؟ مش عايزه انا ده، استفيد بيه. اهو حاضر، اهو اهو حاضر اهو. ادي السمك هنحطها هنا كده اهو. الف انا وشيفة للي ياكل. تمام، تعال نشوف اللي بعده. حط دول هنا كده الشكل مطلوب. مخرجنا بيقول لي عايزك تجرنش الصينيه. السنجاري بيتقدم في الصينيه بتاعته او في الكسرولة بتاعته او في السرفيس بتاعه. حلو، حابب انت الحاجات دي. انا عارف الاشكال دي علشان الصوره الحلوه للساده المشاهدين. حبايب الف انا وشفا. اخبار الطاجن ايه؟ نبص عليه. الله، قلب. في حاجة بقى هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. البهريز بتاع الكاليماري والخضار عايزه يتغلف الخضار ويغلف الكاليماري، أعمل إيه؟ التركية دي مطلوبة. بجيب كسرولة كده. يا ويلي يا ويلي لما المغازي يشتغل بمزاج ومعلقتين من النشا مع قليل من الماء، حبة كريمة لباني. حطي أهلا وسهلا. بس بصراحة الكريمة اللباني مش بحبها في الطواجن عشان بيهرب الطعم مني، بيروح على طعم الكريمة اللباني. زي الفل. هاخد النشا ده كده وأقلبه منها كده. ركزي معايا في الموضوع، سامعين الصوت ده؟ ينزل هنا كده
يلا بينا يلا بينا. بس ونسيبها، مش هنسمع صوت دلوقتي. سيبها زي ما هي كده، هي دي الشقاوة بقى، زي ما هي. بعد شوية بعد شوية. الله عليك، ونقلب كده. لا، النشا مع الميه اللي انا حطيتهم دولت عشان استفيد بالبهريز ده كده. بشوف القوام تقل ازاي. حله جوه حله. بص القوام. خلاص ده حكايه. شفت القوام بقى؟ الله. عندك مكرونه سباكيتي سلويها وحطيها بقت مكرونه بالكاليماري. عندك مكرونه بينا شويه بشاميل بقى طاجن مكرونه بالبشاميل مع الكاليماري. عندك شويه فريك حلوين يبقى طاجن الفريك بالكاليماري. عندك شويه رز حلوين مسلوين قبل كده يبقى فرايد رايز بالكاليماري. مدرسه بقى. فين البهريز؟ فين السوائل بتاعت الكاليماري؟ راحت مطرح ما راحت. نغرف الطاجن ده كده. يلا بينا. الله، الطعم شقاوه. بسم الله، يلا بينا. شوف الحلاوه. ألف هنا وشفا للي ياكل. طاجن الكاليماري بخبرة طهوية فائقة المستوى. عينيا. نحط ده كده هنا. حلو كده؟ تمام. رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.